أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التطوير المستمر الذي تنتهجه مملكة البحرين لتعزيز كافة القطاعات التنموية أسهم في صياغة منظومة عمل متكاملة لتعزيز كافة الأداء وتميز جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين بما يدعم أهداف وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أن المملكة تواصل العمل على تحفيز البيئة الإبداعية في منظومة العمل الحكومي والتشجيع على الابتكار للوصول إلى مستويات متقدمة لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمة الحكومية بجودة عالية بما يحقق الرضا لدى المواطن والمقيم. جاء ذلك لدى تكريم سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين 8 مراكز خدمة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 2 وهي مركز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمات بطاقة الهوية بالمحرق ومركز خدمة البلدية الشمالية بمدينة حمد التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومركزي البحرين للمستثمرين وفحص المعادن التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز خدمات المشتركين في مزايا بلازا والتابع لهيئة الكهرباء والماء ومركزي الاستقبال الرئيسي ومجمع سيف المحرق التابعين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومركز خدمات العملاء بمجمع السيف التابع لصندوق العمل تمكين حيث هنأ سموه الجهات الفائزة بتصنيف الفئة الذهبية وأثنى سموه على جهود كافة القائمين على مراكز الخدمة الحكومية الفائزة بتقييم اللجنة وما أبدوه من حرص على تحقيق الفئة الذهبية التي حصدتها هذه المراكز كما أشاد سموه بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في إجراء عمليات التقييم والمتابعة منذ بدء تشكيل اللجنة. وقال سموه إن برنامج تقييم في نسخته الثانية قدم نموذجا فريدا للجهات الحكومية نحو بذل المزيد من الجهد لتطوير أدائها وتقديم الخدمة بجودة وتميز وتعزيز تنافسية تلك الجهات بما يصب في دعم الأهداف المنشودة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي وجودة الخدمة الحكومية بما يعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن مؤكدا سموه أن العمل مستمر نحو رفض بيئة العمل الحكومي ومواصلة رسم السياسات والبرامج التي تسهم في تميز الخدمة الحكومية وتدفع بعجلة التنمية المستدامة. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون عن مراكز الخدمة الحكومية والتي تم تكريمها اليوم عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشريفهم بالتكريم مؤكدين أن هذا التكريم سيدفعهم نحو مزيد من العمل والجهد لتطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كافة المجالات.